السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نسرين شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة كريم باتيسري كتجي رائعة وناجحة ب100%. كنتمنى هاد الوصفة اليوم تعجبكم وتجربوها. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج هنايا 4 صفار ديال البيضات، 4 معالق كبارين السكر، عندي 500 ملل ديال الحليب، 3 معالق كبارين ديال المايزينا، عندي قشرة ديال الليمونة، 1 معلقة كبيرة ديال الفاني. دوزو الطريقة. عملت هاد القصويلة على النار، دابا غادي نخوي فيها الحليب. وغادي نعمل فيها هاد القشرة ديال الليمونة، وغادي نخليه حتى يغلي تطلع فيه الغلية. ندوزو نوجدو الكريم. جبت هاد البول، غادي نعمل فيها 1 صفار ديال البيضات والسكر والفاني. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. عاد غادي نزيدو مايزينا بشوية بشوية. انتما كيف ما كتشوفوا الخليط بعد ما خلطته، كتخلطوه مزيان باش ما كيبقاش معاكم ديك الكويرات ديال المايزينا. ها هو الحليب بعد ما طلع، دابا غادي نزولوا هاد القشره ديال الليمون. وغادي نخوي هاد الحليب فوق هاد الخليط. غادي نخلط هاد الخليط جيدا، وغادي نردو على البوطة على نار هادية حتى يعقد معايا وما توقفوش من التحريك. كيف ما كتشوف دابا غادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى يتقل معايا الخليط ونرشه. هانتوما كيف ما كتشوفوا بعد ما عقد معايا الخليط، دابا جبت هاد الإناء غادي نخوي هاد الخليط في هاد الإناء. وغادي نجيب هاد بلاستيك غذائي وغادي نغطيها قبل ما تعمل معايا هاد القش. كيف
كما كتشوفوا. كيف ما شفتوا دابا غادي ندخل للثلاجه تبرد، وملي تبرد نرجعوا نشوفوا الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي كريم باتيسري. كنتمنى هذه الوصفه اليوم تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساو تشجعوني باللايكات ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. شكرا على المتابعه، والى فيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.